الأخوة الأصدقاء الأكاديميين والفنانين، وأرحب بالفنان العزيز المبدع أستاذ نبيل كوفي، وأتمنى للجميع المستمعين والحضور الصحة والسلامة، وأيضا أتمنى لهم وأهنيهم بمناسبة أعياد الربيع، وأتمنى للجميع أوقات طيبة. اليوم راح نحتفي ونكون مسرورين بتجربة غنية ومختلفة لفنان نوعي ومغاير. الفنان نديم كوفي فنان مختلف، يفكر بطريقة مغايرة وله بصمته الخاصة في التشكيل العراقي. يؤمن أن الفن معرفة وتأمل، وهو ضد الزخرف والتزويق والبهرجة، ويحرص على تقديم الخلاصات في العمل الفني وتهذيب تلك الخلاصات، كما يهدف أيضا إلى تجميل الأفكار والتعامل العقلاني مع العاطفة. العاطفة السائلة بوصفه وبرؤيته شيء أو ضرب من الظلام، والفكر العشوائي لا ينتج فنا رصيا. شكرا لاستجابتك وشكرا لحضورك، ونحن جمهور مستمع اليوم في هذه اللحظة والوقت والجولة. تفضل، وشكرا لك وسعداء. تسلم دكتور. أنا أشكرك على المقدمة المختصرة العميقة، وأيضا يعني فعلا حركت مشاعر، لأنه فعلا وصلت للجروح. أبدي بشكل سلايد شو، يعني على أساس من الأخير للبداية، يعني مقلوب التاريخ، مثل نبدي من 10 إلى 0. جرافيك ديزاين، واشتغلت بالميديا، فلذلك لقيت البرمجة عالم فعلا عالم واسع وعالم نظيف، يعني ما له علاقة بالواقع. فهذه النظرية الأخيرة حريت وحديد، اجت نتيجة المراس العلمي اللي حصلته عن طريق الدروس والبحث في مجال الويب على آخر تكنولوجيا. يعني التكنولوجيا الويب أيضا صارت ريسبونسيف، صارت تتفاعل مع البراوزرات الأخيرة. جميل، يعني هذا شايف الجدار اللي بين الحديد والحرير، جدار غريب مشفر يعني مثل لغز. أو أخذ مثال ثاني، لو نتخيل ممثل على المسرح، وهذا الممثل هو إنسان خام، يعني يمكن بس ممثل اسمه، بس في واحد خلف الكواليس هو اللي دي يحركه من بعيد بتحريك، وحتى يلبسه ملابسه الخاصة بالدور، بس ينطيها من عن بعد. هو الفكرة بيها ريموت كنترول، يعني من بعيد يعطي إشارات وإعازات وأوامر تخليه يكون في أحسن حالة، يمكن حتى لو هو ما يدري. بس هذه القوة والطاقة اللي تصير عن طريق الإرسال الأوامر، يفترض بالإبداع العام كله يعني أكثر تتركز وتتوفر. لقيت يعني أشياء تشبه يعني هالصفتين، اللي هي مثلا الروح حرير والجسد حديد، الخوف حرير، الثقة بالنفس حديد، الحب حرير، التفاهم حديد، الرسم حرير، الكتابة حديد، الحلم حرير، الحقيقة حديد، الشرق حرير، الغرب حديد. وهذا طبعا راح يمكن مثل يعني تستدركون عقلكم، تشوفون انه الثورة الصناعية شلون صارت في اوروبا، يعني او التطور
الحضارة بأي طريق أخبت، يعني طريق الثقة والراسخ الثابت، النظرية الثابتة، الدستور العلمي. هذا اللي إحنا لحد الآن منطقتنا هايمة بالصحراء وعدها الأمور بالبركة وبالإن شاء الله وبال يعني بالغيبيات وما وراء الغيبيات. مو معناتها نقارن أنه هذا جميل وهذا قبيح، لا، ولا هذا أفضل من هذا، بس هذا كل واحد وعالمه مفصول تمام. هسه نشتغل على مسألة اللغة. يعني أنا عشت بالعراق وعشت في الغرب تقريبا الوقت اللي درست بي بالغرب أكثر من الوقت اللي درست بي بالعراق، وتغيرت كل النظريات وكل الأفكار حسب ما يستحدث، يعني حسب ما صار على أرض الواقع، لأنه أنا عشت بطريقة لا هي عربية ولا هي غربية، وهالوسطية طبعا سببت مشاكل، بس أنا متونس عليها، يعني مشاكل أنا راضي عنها، ومشاكل بالعكس قوي حديدي. فأقول هنا نفكر بالعربي لأنه إحنا عندنا لغة مثل ما الغرب عنده لغة. الغربي يفكر بالغربي. فأني شفت كموقف شخصي، وكحتى لو تسموها تعنصر، ها؟ لأنه إحنا عندنا لغة كافية وعريقة وعظيمة وعميقة وضخمة، بس للأسف يعني نصير حتى مكان نكون يعني هجينين، لا ضابطين الغربي ولا ضابطين العربي. فمثلا لو نفكر إحنا إذا مثل شعراء عرب أو مبدعين عرب، في قوانين على مهنتنا تتعلق باللغة. يعني قليل من أدنى اللي فعلا ضابط اللغة العربية ومطيها حقها بسبب مدارسنا وبسبب وضعنا، وأيضا حتى صحافتنا وإعلامنا كل هذا ركيك، يعني ما عدنا فد جذور عميقة بالموضوع. مثلا غلطت، كتبت أنا بس صار غلط، رجعت استدركت الغلط فصلحته كما يعني أي واحد يسوي بالرسائل أو بالمسج، إنه هذا ترى غلط، فحطي هذا الناقص كان الأليف عليه همزة ويا النجمة. بعدين انتبهت إنه هذا صار لوجو غريب، ما اشتغلت ثاني ما ولا فكرت، يعني صارت شيء غصبا عني وصار يشبه الصدفة. فقلت أوكي، يعني أولا ده يقرأ أنا، لسه بعد يقرأ أنا، بعدين صار عند الأجو أعلى، وخصوصا هو الحرف الأليف، هو باعتبار أول حرف وباعتبار عنده شخصية كاملة مستقلة، يعني هو كأنما يشبه شجرة يشبه إنسان. هذا المشروع سويته في نيويورك 2004، كنت في ريسيدنسي هناك، وكان الاحتلال أول سنة، فكان الأمريكان تقريبا يعتذرون شخصيا مني، أي واحد يشوفني يعرفني من العراق حتى دموعه تنزل، ويعتذرون بشكل إنساني جدا. وسويت وقت معرض بعد الإقامة شهرين بفكرة الوطن، عبارة عن هذه العناصر اللي هو شمعة وحليب رايب أو حليب معفن، ورقة من كتاب مقدس، عسل وحبر وتراب. هذا الأوبجكت يجمع كل عناصر الوطن يعني بشكل مختصر.
يعني ما يعتبر خط ولا يعتبر فون ديزاين. أنا أعتبرها تصورات مرئية للحروف والأصوات. يعني العطسة إذا أرادت تنكتب لازم نشوف لها حل، أو القحة أو النحنحة. يعني هذه شلون تنكتب مثلا، أو عندنا هذا مثلا مرات نجرب إحنا طبعا عن طريق الشات. في أشياء تتطور عن طريق الناس، ومن أيام ما بلش الـ SMS الإيموجي كان عبارة عن حروف يعني، بس وتطور شوية شوية حرامات يعني، وصل إلى رسوم رديئة. هذه ذكرني أيضا بقصة الأمير الصغير لما راح راسم هذا الشكل وراح للبالغين سألهم، قالهم هذه شنو؟ قالوا له هذه قبعة. بسرعة جاوبوا هذه قبعة. هو ما مقتنع، قال ما طبعا ما أعطاهم إشارة، بس قال مع نفسه، قالهم ركزوا بعد، قالوا لا قبعة. فحكى مع نفسه قال شوف البالغين ما يعرفون هذا فيل بالعته أفعى. هاي القصة مشهورة عالمية طبعا، لأنه تعبر عن الما ما نراه، ما لا نراه، في ما نراه في ما لا نراه. إذا الواحد يقدر يخترق الأشكال ويخترق ما لا نراه يكون في حالة أحسن. الشك مثل ما يمر الضوء الأبيض ويخلق القوس قزح، يمر في مثلث البحث اللي هو المنشور ويخلق المفاهيم الجديدة. هذا ترانزيشن. هالترانزيشن إذا إحنا نريد نطور أكثر، يعني لازم نكون إحنا المثلث حتى يمر بينا الشك ويخترقنا إلى المفاهيم الجديدة. هذه على اليسار من أول التجارب على الـ 3D اللي كانت تنطبع. يعني إذا واحد يركز النظر يركز دقيقة يبدي يشوفه الورد طاير بالهواء مجسم. وهاي الطريقة حبيتها لأنه ذكية بالرسم، يعني تحسسك بالبعد الثالث بدون ما تسوي XYZ. هذا المشروع اللي اشتغلته في ريسيدنسي نيويورك كان رسائل من بغداد إلى نيويورك. هذه الأكياس كنت أجمع بيها تراب نيويورك ووساخة نيويورك اللي بالشارع وأخليها بهالشكل. وكانت مثل السوفونير للاعتذار، يعني يفترض، وكان يعتذرون الأمريكان. هذا ريحني بوقتها، أي زائر كان يجي يعتذر شخصيا من الاحتلال. هذه من التجاربي في المغرب، كنت أشتري طين كميات وأشتغل بها تركوتا، هذا بيت للطيور. لما سويت كتاب الشخصي سويت كتاب دافي، فقلت لهم هذا الكتاب الدافي، قالوا شنو دافي؟ يعني ما عندهم المصطلح. قلت لهم يعني كتاب تقدر تشوف إحساس آخر عكس الجلوسي، عكس النيون وايت، عكس البريق واللمعان والشاربنس. فهذا الكتاب ما يجرحك، أوراقه ما تجرحك. هذا الكتاب من قماش مثلا، وهذا الكتاب معامل بالطين. فبدت هاي الملاحظات أشوفها عليهم جديدة وأيضا مهمة بالنسبة كإبداع جديد. فركزت أكثر على القصة أنه الكتاب الدافي هو الكتاب الشرقي اللي هو احنا نعرفه بالمخطوطة، نعرفه
بالمصاحف بالأشياء، هو الدفو مو بالتمبريتشر، مو بالتمبريتشر، وإنما بالحس الإنساني الدافي. هذا كان أيضا مشروع صادف من مستشفى موجودة في هولندا في دنهاغ في لاهاي، طلبت مني موضوع متعلق بعمل نحت لمعالجة أو ينوضع في غرفة مظلمة، وهاي الغرفة يقعدون بيها المرضى اللي قريبين من الموت، يعني اللي يكونون بدرجة اليأس ودرجة الانتظار. فرادوا مني أنه تكون رمزية إلى درجة بها سبع أديان، يعني كل أديان العالم على شكل رمزي، وقيمة الحياة أو قيمة الموت. فمن وقت هذا هاي إيدي أخذت قالب قوة، أعطيتها وجود جديد. بس لما انفصلت إيدي بهالطريقة هذه حسيتها صارت كيان مستقل، كيان آخر، شخصية ثانية ما لها علاقة بيه، واعتقد عندها عقل. العقل في هذا المكان، إذا تشوفون الماوس أتخيل هذا عقلها، وهي تقدر تشتغل وحدها حتى إذا أراقبها أو ما أراقبها. هذا الفكر يعني حبيت يكون أيضا بالنحت، وهاي رمزية الحجارات هي الأديان اللي تكون مستقرة وغير مستقرة على طرف الإيد، لأنه وهذه ورقة نباتية تمثل ورق الغار أو فتشي من الحياة، وطبعا مثقوبة تحت الورقة في ثقب اللي هو نفس الثقب اللي عند المسيح في كف المسيح، وكان يطلع نور من تحت فينطي إشعاع حول الورقة. مع الأسف ما عندي الصورة، وهذا النور سويته مع شركة فيليبس لأنه ابتكروا ضوء يشبه ضوء الشمعة، حجم كبير، هذا مترين في مترين تقريبا. هذا كله مطلب الصابون الغار، وتحت كل ثقب كان عقدة من البقشة، يعني عقدة قماش حرير. وبعدين بديت أخلع بعضهم وباقي بعضهم. بس أنا أشوف الرسام أعرج والمصمم هم واحدة أعرج، فكانوا أصلاً يقولون بالمدرسة، يقولون اللي عنده خبرة بالفاين آرت بالبينتينج والرسم والتخطيط قوية جداً وهذا، ويجي على الديزاين يكون أكثر سلس بالمراس وأكثر عنده أوبشن أكثر يعني. بينما اللي يعرف مثلاً هسه عندنا مبرمجين محترمين يسوون معجزات بالبرمجة بس ما عنده الخيال الفني، يعني هاي القصص مربوطة على بعض. أو مثل الموسيقي لازم شوية عندهم فتصفة ثانية، أو نفس الشيء الشاعر لازم يفهم الموسيقى بالنوطة. يعني في تقنيات إذا تختلط مع بعض تجي نتائج أحسن. محاضرة بصراحة فلسفة صرفة يعني، وبنفس الوقت يعني أخذنا إلى مدايات ما إلها حدود. دكتور ياسين، كانت المحاضرة قيمة جدا، تنعاد أكثر من مرة. هذا يذكرنا بأفلام يوسف شاهين، إنه كل ما أشوف الفيلم أنت تكتشف فد ثيمة معينة أو فد قراءة أخرى، يعني دا أشوفها 10 مرات وأشوفها كأنه أول مرة جاي أشوفها بصراحة. يعني شكرا لك استاذ نديم على هذه المحاضرة القيمة. تسلم حبيبي، تسلم الله يخليك. انت حكيت هواي اشياء هي مغزونة في قفص عقلنا يعني للأسف،
الأشياء اللي أنت اليوم أثرتها هي كلها تدور بأغلبها، يعني تدور بخيالنا وعقلنا، أو ندور حول أنفسنا أشبه بالدائرة اللي يعني عرضتها قبل قليل. الدائرة اللي احنا نشوفها دائرة وغيرنا يشوفها مربع وغيرنا يشوفها جزء من مربع وغيره، يعني هي للأسف دكتور أو أستاذنا العزيز هي الأفكار اللي بداخلنا، أفكار كثيرة وأفكار عديدة، لكن تحتاج إلى جرأة بالطرح، تحتاج إلى جرأة بالفعل. شكرا جزيلا أستاذ نديم طبعا على التجربة الجميلة، طبعا استمتعنا بها جدا، وأنا مبسوطة جدا لأن أنا شفتها من يعني بشكل شمولي أكتر. يعني أنا طبعا متابعة تجربة حضرتك من أول 2004، يمكن قبل كده ما كانش ليا برضو الفرصة، نتيجة أن 2004 برضو حضرتك عارف أن الإنترنت ما كانش متوفر لينا بالشكل الكافي. فبس هو السؤال هو حضرتك يعني أنت شايف فين تجربتك في وسط العالم العربي بالتحديد بشكل عام، وهل المهجر هو السبب في ان التجربه تتبلور بالشكل ده، على اعتبار ان احنا يعني في العالم العربي برضو فكره الاشياء التقليديه في الصوره المتعارف عليها او العمل الفني حتى لو كان عمل ثلاثي الابعاد فهو يفتقر الى، مش عايز اقول برضو القيمه الجماليه الشكليه على اعتبار ان الفن المفاهيمي له قيمه جماليه خاصه ما يستوعبهاش الا المقتنع بها او القارئ الجيد. مساء الخير. مساء الخير حبيبي. شكرا لادارتك الجميله والمتالقه، وشكرا لهذا الفضاء المعرفي والثقافي والفني من جامعه البصره وكليه الفنون الجميله. شكرا. ومسرور جدا بعد يمكن 30 سنه نلتقي بفنان جميل ونبيل. شعرت بصدق كلش عالي بهذه التجربة، وحتى بالكلام بالإجابة على السؤال الأخير اللي وجهت دكتورة من مصر، يعني لا زال هذه الصفات الثابتة عند نديل، يعني كما عرفناه من منتصف السبعينات أو بعد منتصف السبعينات لا زال متمسك بصدق، وتأتي ضمنها صدق التجربة والوفاء بانتماء، يقصد بانتماء قضيته، وكذلك مواكبته للغة العصر، يعني مواكبة العصر. محاضرة العميقة جدا، أنا أصغيت لها بدقة عالية، وهو وراها مفكر يعني لا يعمل بعبث، إنما بكونترول عالي وبدقة مفاهيمية عالية، ويحاول أن يمسك الجهات الأربع في التفكير بفورم واحد أو بشكل واحد، وهي القدرة أعتقد هي قدرة فلسفية بامتياز. يعني هو عقل المايند مالته يشتغل باستمرار وينتج باستمرار ولا يهدأ، وأشبه بمرجل مفاهيمي يعمل في كل ثانية. والدليل على هذا أن النصوص البصرية هي نصوص عبارة عن أجزاء، وكأن لكل جزء حكاية، ولكل جزء بيئة، ولكل جزء تاريخ وحاضر ومستقبل. يعني مثلا أنا ويعطي انطباع أو توجه للآخر بأن مهما كانت الصعوبة حديد فإن الإرادة هي الحرير. يعني هاي الطاقة الإيجابية في نصوص البصرية أعتقد هي نصوص تدخل إلى المستقبل وتجمع ولا تفرق. وحتى هنا هسه هنا بالعالم الغربي عندنا مشكلة ثانية، يعني مثلا يجي مشروع يخصنا أكثر من المعادلة العراقية، يعني يخصنا بالجلد، تجيني الكوريتر تقول لي تسوي كذا وتسوي كذا وتسوي كذا، وإحنا كتبنا النص، يعني أنا أصير القرقوز، يعني أكون
المنفذ لأفكارهم اللي هم already بنوها وكتبوها. فمرة سألتها قلت لها مو أنا صاحب القضية، مو العراق عراقي، وين وجودي بالموضوع؟ يعني صار مزعج الموضوع. قالت لا احنا يعني بيجينا القصة مكتوبة ما أدري من يكتبها، وانت عليك تسويها فيجوال بس. يعني هاي الهم الثاني، الهم الأول. اذا حتى واحد يكون في منطقة امينة يكون عالمي موجود باليونيفرس، يعني ما عنده لا هوية ولا انتماء ولا هموم للانتماء. يعني حسيت انه يوم اللي احس اني يونيفرسال او كوزموبوليتان اكون مرتاح، اقل شرا من الانتماء. دوني اذا بين علي الغضب او بين علي التوتر، لانه انا طبيعي مثل ما اكون يعني. انفعال شرقي. اي لا ما اقدر اضمه، ما اقدر اضمه، لانه اللي يصير مو قليل، واللي اللي اللي دا يسمعني ايضا يفهمني. شكرا جزيلا صديقنا وعزيز، ونتمنى دائما فيك وانت بازدهار وفن وتالق وابداع. وشكرا للحضور جميعا على هذا الوقت الثمين اللي قضوه ويانا بالاصغاء والمتابعه.